انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير محمد حزيم صبيحة اليوم بعد صراع طويل مع مرض عضال. ويعتبر الراحل محمد حزيم من بين الفنانين البارزين في مجال الفن، حيث ارتبط اسمه مع فرقة بلا حدود التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية التي بثتها التلفزة الجزائرية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي. وبدأ حزيم مسيرته في المسرح مع فرقة مسرح العمال لوهران في بداية الثمانينيات، والتي أدى معها العديد من الأدوار قبل أن يميل إلى المسرح الفكاهي مع ثنائي مصطفى وحميد. واشتغل الفنان حزيم كثيرا في تسعينيات القرن الماضي من خلال الجولات الفنية التي كانت تقام في مختلف أنحاء الوطن، كما مثل في العديد من الأفلام الفكاهية التي أنتجتها التعاونيات الخاصة في وهران. إنا لله وإنا إليه راجعون.